كنيسة روما بسبب المشاكل والصراعات بين البابا وبين الملك، والكنيسة بظروفها بقى الخاصة بقى فيها جزء كاثوليكي، لأن هم طبعا إرث كاثوليكي، وفيها جزء فكر بروتستانتي داخل فيها، وبالذات جون كالفين أحد زعماء البروتستانتية الثلاثة، طبعا هم مارتن وزوينجلي وكالفين. كالفين طبعا هو أهمهم وأخطرهم يعني. وعرفنا أنه في الصراع في الكنيسة الإنجليكانية على مدى ما يقرب من 50 سنة تقريبا، كان انفصل عن كنيسة الإنجليكان ما يقرب من 7 كنائس أخرى. كل كنيسة منفصلة لها فكرها ولها سياستها ولها أسلوبها ولها قانونها ولها عبادتها. كل دوة من أول 1538 الكنيسة الإنجليكانية، وقبلهم طبعا البروتستانت 1520 أو 21، كل دول بلا استثناء لغاية النهاردة بكل الفرق اللي موجودة في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم كلها ليس لها علاقة ولا تعرف كنيسة المسيحية أو كنيسة الرسل، ما لهمش علاقة بكنيسة الرسل اللي أسسوا بها الكنائس زي كنيسة اسكندرية وكنيسة روما وكنيسة أنطاكيا وكنيسة أورشليم وغيرهم من الكنائس اللي معروفة في التاريخ. بمعنى آخر أن الإنجليكان اللي هم بيسموهم هنا في مصر كنيسة الأسقفية هي كنيسة إنجاز تسميتها كنيسة يعني زي بعضه كنيسة، لكن ما لهاش مواصفات الكنيسة، فيها شوية من الفكر الكاثوليكي أو المنهج الكاثوليكي أو الأسلوب الكاثوليكي زي الآباء زي الأساقفة زي الأسرار مثلا، وفيها طبعا طاغي أكتر الفكر البروتستانتي. يتبقى كان النقطة الثالثة وطبعا الحناش نقولها مرة اللي فاتت، هقولها باختصار عشان الموضوع الثاني أهم أو تكمله يعني له، أنه من الانشقاقات اللي موجودة في الكنيسة الإنجليكان نتيجة صراعات مع الملوك وصراعات شخصية ابتدت تظهر ما يعرف باسم الحركة التطهيرية أو الكنيسة التطهيرية، ودي مجموعة من الناس هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. مجموعة من الناس حبوا يطهروا الكنيسة الإنجليكانية أو كنيسة إنجلترا يعني من أمور كثيرة جدا فيها. بمعنى إيه؟ أن الحركة التطهيرية دي أو البريوتان كان هدفها أن هم يطهروا كنيسة إنجلترا أو الكنيسة الإنجليكانية من كل ما هو كاثوليكي، عايزينها بروتستانتية كالفانية كاملة. وتعرفين طبعا جون كالفين عنده كنيسة الفكر المشيخي والإيمان المصلح، طبعا تفاصيله بعدين بقى عشان الوقت، لكن الفكرة المجموعة اللي طلعت دي كمجموعة من جوه الكنيسة الإنجليكانية أن هم عايزين يطهروا الكنيسة من كل ما هو كاثوليكي وكل ما هو خاضع أو يمشي تبع النظام الباباوي، يعني مش عايزين باباوية ولا عايزين أفكار ولا حاجة. كمثال مثلا علشان يلغوا الكلام ده يعملوا إيه؟ لغوا حاجة اسمها أعياد القديسين، مفيش حاجة اسمها قديسين، مفيش حاجة اسمها عيد القديسين. بدل يوم الحد هنحتفل نحفظ يوم الرب هو يوم السبت، لغوا علامة الصليب رشم الصليب، بدي علامة بيرشمها كل الكاثوليك في الكنيسة وعلى رأسهم البطرة، إلغي مش عايزين علامة الصليب، مش هنرشم الصليب. مثلا كان عندهم تقليد في الطقس في الكاثوليك لما يجوا يتناولوا يركعوا، مش زينا مثلا ممكن يتناول هو واقف، لا لازم يركع، الغي الركوع عند التناول. ارتداء الكهنه لملابس، مش هناخد شكل الكهنه ولا الملابس، جايز بعد شويه هيوافقوا ان الاسقف يبقى له لبس متميز شويه زي اساقفه روما، لكن بصفه عامه مفيش ملابس. مفيش حاجه اسمها حل كهنوتي ومفيش كهنوت ومفيش الكلام ده. دي بعض الأمثلة يعني، طبعا في حاجات كتير قوي قوي تبين
ان هم لا يريدوا للكنيسة انجلترا لها اي علاقة بالفكر الكاثوليكي او العبادة الكاثوليكية او التعليم الكاثوليكي او الطقوس الكاثوليكية او الممارسات الكاثوليكية البابوية. عشان كده في سنة 1560 بقول لك يعني ما عندهاش فترة أطلق على هذه الكنيسة وهذه المجموعة كنيسة التطهيريين أو البروتان يعني الأنقياء. طبعا الحركة دي الحركة التطهيرية دي كان يقودها مجموعة من الشخصيات الكبيرة اللي موجودة في الكنيسة الإنجليكان، وكل فكرهم خاضع لفكر جون كالفن الفكر المشيخي، اللي هي ان جماعه هي اللي تقود اللي تحكم الكنيسه مش فرد، او الايمان المصلح بمفهوم الايمان المصلح عند جون كالفن. واهم اتنين اهتموا بالفكر ده هم واحد اسمه كارترايت والتاني اسمه جاكوب هنري جاكوب. دول شخصيتين مهمين جدا ان هم بعد كده هيحطوا كل المبادئ والافكار والقوانين والنظم وكتب العباده اللي خاص بالكنيسه التطهيريه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الجماعه دول كان عندهم قدره على الاتصال والتواصل مع الناس، فاشتغلوا في وسط الطبقه اللي هي الطبقة اللي بنسميها الطبقة الأغنية والتجار والمحامين، طبقة البرجوازية دي اللي هي الطبقة الفقيرة، الناس الغلابة اللي مش لاقين له يأكلوا ولا يشربوا، ولا هي طبقة النبلاء اللي هم أعضاء البرلمان والحاجات دي، لا اشتغلوا في الطبقة البرجوازية الوسطى دي اللي هي بقى فيها كل المثقفين والمتعلمين والتجار والأعيان، وصارت مدينة كامبريدج في انجلترا هي مركز لهذه الحركة. طبعا اعتمادهم بالدرجة الأولى الكتاب الوحيد الذي يعترفون به ويأخذون به هو الكتاب المقدس، هو السلطة الوحيدة والنهائية في الحركة التطهيرية في المجموعة دي. و اي كتب اخرى او ابيات او دراسات او اي حاجه كل ده مرفوض. بعد شويه لما هيعملوا مجموعه مجمع مجامع يعني كنائس صغيره بقى في افرع او في احياء او في مدن صغيره في انجلترا بفكر مشيخي فكر كالفن بروتستانت وبفكر الايمان المصلح بتاعه، ياريت مرة معلش استأذنكم حاولوا مرة لازم حد يجي يقدم فكر كالفن، لأن ده مهم جدا وخطر جدا في الإيمان، لأنه في النهاردة منه أفكار عمال تطرح في المناخ اللي احنا عايشين فيه اليومين دول. مهم قوي الكلام ده. ده مش كده وبس، ده هنبص نلاقي بعد شوية صغيرة هيتطور فكرهم لدرجة أن يعملوا حاجة اسمها العهد. يبقى مجرد أن أنا عندي عهد بيني وبين الله أو عهد بيني وبين المجموعة المسيحيين إحنا بقى مع بعض. وبعد شوية يبتدوا يفكروا في الكنيسة المستقلة، حركة تظهر من جوه التطهيرية، الحركة التطهيرية المستقلة. يعني برضه حركة دوكها في مجموعة زي المشيخيين دول ولا ايه لا انا عايز كمان مستقل، فهيحول الحركة دي جزء منها تبقى كنيسة او حركة تطهيرية مستقلة، ويقودها برضه مجموعة من الناس اهمهم كرومويل، عشان ده هينفع لما يجي يتكلم على اليهود. والكنيسة المستقلة التطهيرية المستقلة حرة بقى في كل ما تريد ان تصرف في حياتها، لدرجة يبقى يسموها الكنيسة الخاصة، يعمل بقى كنيسة لحسابه، مدرسة لحسابه، مدرسة فكر في جوه الكنيسة، يفسر بقى زي ما هو عايز كتاب على حسابه. والخط ده ماشي فضل ماشي طبعا بيتطور مع مرور الوقت لغاية النهاردة. أصبح في مجموعة من الكنائس المستقلة الكثيرة بيسموها بيوت الكنائس، وفي حتى كتاب كان صدر من سنتين ثلاثة كده
بيوت الكنائس، اسمه كده عنوان بيوت الكنائس، وترجم للعربي عشرات إن لم تكن مئات من هذه الكنائس المستقلة. أجيب لكم مثلا واحدة منها، لما عارفين أنتوا الأميرة ديانا بتاعت لندن اللي ماتت يمكن من 20 سنة ولا حاجة زي كده، سنة 97 في أغسطس 97، فعملوا لها كنيسة سميها إيه؟ كنيسة الأميرة ديانا. ناس مرتبطة بديانا ومرتبطة بالفكر البروستانتي، كنيسة ملكية تطهيرية مستقلة وهكذا بنفس المعنى مع شوية تفاصيل. فتخيلوا بقى فكرة الكنيسة المستقلة دي، يعني نعمل الكنيسة لحسابي ملاك يعني. ده فكر برضو من أفكار هذه الكنيسة، وابتدوا يعملوا قانون إيمان خاص بيهم بمفهوم خاص بيهم. أساس هذا القانون هو الولاء للمسيح، بس أني مسيح بقى؟ هيبقى مسيح كالفن بمفهوم كالفن. وإحنا الولاء لبعض، هو بعد كده خدوها بشكل يبقى في نوع من التعهد بين الناس وبين بعضها، نبقى مع بعض. حتى مع أصبح جوه الكنيسة التطهيرية دي أو الحركة التطهيرية مجموعتين، مجموعة مشيخية يعني جماعة أو مجموعة تتابع بعض، ومجموعة مستقلة. بعد كده تطلع كمان 4-5 مجموعات أخرى، كل واحدة لها واحد يقودها، كل واحد يعمل كنيسة لحسابه، وهكذا انقسم أو انشق أو خرج من الكنيسة الإنجليكانية زي ما قلت لحضراتكم ما يقرب من 7 كنائس مع بعض، كل ده في ظرف 50 سنة. طبعا أخطرهم كنيستين، الكنيسة التطهيرية المشيخية أو المشيخية المصلحية التطهيرية، ودي كلفانية خالص، والكنيسة التطهيرية المستقلة. طبعا زي كمان الكنيسة المعمدانية برضو خارجة منهم. كل ده بقى لما يكتشفوا الأمريكتين، وبعدين مع الضغط بتاع الملكة إليزابيث الأولى وبعديها الملك تشارلز الأول وملك تشارلز الثاني، هنبص نلاقي كثيرين من هؤلاء هاجروا إلى أمريكا وابتدوا يأسسوا الكنائس الأمريكية بالفكر بتاعهم اللي احنا يعني اتكلمنا عليه من شوي. طبعا الفترة دي كلها هيبقى فيها نوع من الحروب الأهلية بينهم ومن بعض، وهيقتلوا بعض لدرجة أنهم في الآخر هيجوا مثلا الملك تشارلز هيعدموه ويقتلوه عشان يسيطروا على الكنيسة الإنجليكانية. عايز أركز بقى في حاجة مهمة، مدخل ليا أو مش مدخل، ضرورة علشان أفهم موضوع اليهود. زي ما قلت لكم أن الحركة التطهيرية قالت أساسنا الوحيد والكتاب الوحيد والسلطة الوحيدة للكتاب المقدس، دي واحد. نمرة 2، الكنيسة المستقلة أو الحرية في كل ما هو فكر أنا بفكر فيه حتى ولو مغلف بكالفن شوي. هنا ابتدت هذه الحركة التطهيرية حتى دلوقتي، وحتى لو هما لسه في لندن أو في إنجلترا يعني، ابتدوا يعيدوا قراءة وتفسير الكتاب المقدس بلغتهم بفكرهم، متأثرين بكالفن. ما تنسوش حتة كالفن دي مهمة جدا. فابتدوا يفسروا التفسير الحرفي الكامل لبعض نصوص الكتاب المقدس وخاصة العهد القديم. وهنا ابتدى المفكرون، مش عايز اقول اللاهوتيون مع ان في الكتب مكتوب اللاهوتيين يعني، لكن المفكرون في عند التطهيريين واللي بيفسروا الكتاب المقدس ابتدوا يربطوا بين اليهود والمسيحيين، وهم معتبرين مسيحيين في ايه؟ في المصير وفي التاريخ. يعني ايه؟ يعني قال لك التفسير الحرفي للنبوات العهد القديم لابد من عودة اليهود
إلى أرض الميعاد والأرض اللي ربنا اداها لهم للأبد. مش زي احنا قلنا في الاول ان كنيستنا وحتى البيزنطيين وحتى الكاثوليك الكنيسه الاصليه يعني كلها عارفه ان كل نبوات العهد القديم مرتبطه بالسبي بعد السبي والعوده، لكن دول قالوا لا دي مرتبطه بالمسيحيين ولازم ده الكلام يتنفذ. ومن هنا ابتدت بعض الدعوات تطلع في انجلترا لتأييد عودة اليهود إلى إنجلترا مرة أخرى. أنتوا فاكرين قلت لكم أن الملك إدوار كان طردهم، أطردهم كلهم، ملك إدوار وقبليه طبعا الملك كمان إدوارد الأول، إدوار التاسع ابن هنري اللي طردهم، وإدوار الأول طردهم بالكامل وبالتحديد 1290. فابتدوا عايزين يرجعوا اليهود رغم أن هم مش إنجليز، فيهم فرنسويين وفيهم أسبان، لكن يرجعوا. وبعدين هذا التعاطف مع اليهود سياسيا وتاريخيا هم يرجعوا انجلترا، او كتابيا ان لهم حق العودة لارضهم وطبعا بناء الهيكل كمان، ابتدوا يتعاطفوا معهم وصلوهم لفكرة راسخة في عقولهم وفي كتاباتهم وهتظهر بعد شوية، ان اليهود هم شعب الله المختار. وبالتالي أخذوا بعقيدة الحكم الألفي أو الملك الألفي للسيد المسيح، وده فكر يهودي. مع أن كلمة شعب الله المختار دي انتهت بالتجسد وانتهت بالمسيح، خلاص ما فيش حاجة اسمها شعب الله المختار. وأنا أحيلكم تسمعوا محاضرة أو تقرأوا محاضرة قداسة البابا شنودة اللي ألف في نقابة الصحفيين في الستينات على الموضوع ده، من هو شعب الله المختار. لكن التطهيريين البروستانت دول ابتدوا يؤمنوا أن اليهود هم شعب الله المختار مش هم المسيحيين، وأن هذا اختيار الله ليهم أن يكون هم الشعب المختار ده اختيار أبدي حتى نهاية العالم. يعني ما فيش حاجة اسمها أحداث تغير هذه الفكرة. وابتدت فكرة أن اليهود هم شعب الله المختار حتى الأبد حتى نهاية العالم، وفكرة الحكم الألفي أو الملك الألفي للمسيح بدأت تسيطر على أوروبا وأمريكا كمان لما يهاجروا ويروحوا هناك، لغاية لما نصل لنص القرن التسعتاشر يعني 1850 ده مبارح يعني، بقى هذا الفكر مسيطر على الكنائس وأفكار الناس في أوروبا وأمريكا. وبالتالي يشعر المسيحيون التطهيريين دول ودول كتير واليهود أن هم مصيرهم واحد وتاريخهم واحد. دي فكرة المصير والتاريخ المشترك الواحد، يعني احنا الاثنين زي بعض. ده مش كده وبس، ده بدأ التطهيريون أو البروستانت التطهيريون دول يعلنوا أن، شو بقى الكلام العجيب، أنا بجيب النص اللي هم كاتبينه، يقولك إيه، أصبح اليهود طليعة الجماعة المسيحية المؤمنة رغم أن اليهود لا يؤمنون بالمسيح ولا يعترفون بالمسيح. طب إزاي يبقى اليهود هم طليعة الجماعة المسيحية المؤمنة لأنهم شعب الله المختار؟ شفتوا اللخبطة والربط بين المسيحيين التطهيريين، عشان كده سميناها الأصولية البروستانتية التطهيرية. ده أخطر من كده، ده إذا كان بيفسر الكتاب المقدس التفسير الحرفي بيفسره كمان على الأساس الإيمان الشخصي، يعني كل واحد يفكر ويشرح ويفسر النصوص الكتاب المقدس على هواه تفسير خاص. مفيش حاجة اسمها تفسير عام الكنيسة بتقول، حتى لو الكنيسة التطهيرية ولا الآباء، مفيش الكلام ده خالص طبعا. وبالتالي هذا التفسير الخاص
مع التعاطف مع اليهود أصبح هناك اكتشاف عندهم أن في هناك جذور يهودية للمسيحيين اللي هم بيتكلموا عليهم، يعني لهم جذور يهودية، أصول يهودية، زي ما يقول لك ايه فلان ده امريكي من اصل مثلا مش عارف لبناني او من مش عارف، ده بقى مسيحي بس اصله ايه؟ اصله يهودي. وبالتالي عشان يعيشوا المناخ ده وهم ده راح يهاجروا او هيروحوا او هيهجروهم لامريكا، هيبتدوا يفكروا ان امريكا دي هي ارض المعاد الجديده بالنسبه لهم هم المسيحيين التطوريين دول، وان انها كنعان الجديد. ودي حته نتكلم عليها بعد شويه في امريكا عملوا ايه. لدرجه مثلا انه لما تيجي تقرا تفاصيل الحضارة الأمريكية الأولى اللي تمت أمريكا النهاردة إيه بقالها كم سنة، يعني 400 سنة أو أكتر شوية، البداية بتاعتها اتبنت على أصول مسيحية ذات فكر يهودي وتراث يهودي، واللي حطوا التطهريون، لأن التطهريين هم الغالبة اللي كانت موجودة في أمريكا من 1606. ومن هنا بدأ التطهريون بمرور الوقت، يعني التطهريون أو البروستانت أو الأمريكان بقى اللي في أمريكا اللي تبع الكنائس دي بدأوا يتعاطفوا بشدة مع اليهود، لأن اليهود أساس ليهم في جذورهم وأساس ليهم في تراثهم، وحضارتهم اتبنت على الأصول المسيحية اليهودية، فابتدوا يتعاطفوا مع ضرورة عودة اليهود إلى فلسطين الأرض. شوف بقى التعبير بتاعهم، هجيب لكم نصوص حالا، الأرض التي عاش فيها اليهود في زمن المسيح وقبله، اللي هي أرض المعاد اللي هي فلسطين يعني. وابتدت الإقلام المفكرين وابتدوا الكتاب الكبار واللاهوتيين يكتبوا، الأمريكان طبعا يكتبوا في ثلاث عناوين رئيسية كل المقالات والكتب. وعندنا كتب على فكرة مطبوعة يعني ومترجمة للعربي كمان فيها نصوص هذه الكتابات. الخط الأول لازم يتكلموا على الوطن الجديد، سواء كان الوطن الأمريكي أو الوطن الأصلي في أرض الميعاد في فلسطين. اثنين، أن اليهود هم شعب الله المختار حتى نهاية العالم، حتى لو لم يؤمنوا بالمسيح. نمرة ثلاثة، لابد من تحقيق نبوات العهد القديم في عودة اليهود إلى فلسطين وإعادة بناء الهيكل، وطبعا بناء الهيكل عشان الذبيحة. لدرجة أن في واحد عضو في البرلمان الإنجليزي مثلا عمل كتاب اسمه الاستعادة الكبرى للعالم، ده سنة 1622. وهنري فيش ده يقول كلام خطير جدا، هقرأ لكم سطرين. يقول إيه؟ ليس اليهود قلة مبعثرة، بل إنهم أمة، وسوف تعود أمة اليهود إلى وطنها وستعمر كل زوايا الأرض ويعيش اليهود في وطنهم إلى الأبد. يبقى إذن هم شعب الله المختار إلى الإيه؟ الأبد. وبعدين اتنين علماء تانيين لاهوتيين، طبعا عندهم بيسموهم لاهوتيين، قالوا إيه؟ أن هم بيطالبوا الشعب الإنجليزي بمهمة نقل اليهود على السفن بتاعت البلد إلى الأرض التي وعد الله بها أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومنحهم إياها إرثا أبديا. الكلام ده سنة كام؟ 1622 و23 و24، يعني القرن ال17. أوليفر كرومويل ده خطير جداً،
لأن هذا الشخص هو إنجليزي، بس هذا الشخص مسيحي تطهيري من الكنيسة التطهيرية، وطبعا من الكنيسة الإنجليكانية خارج، لكن هو اللي عمل المجموعة الثانية اللي هي الكنيسة التطهيرية المستقلة غير المشيخية. وكان راجل قوي وكان عضو برلمان، وهيجي وقت هيحكم البلد كلها. عقد مؤتمر مؤتمر سنة 1655، يعني نص القرن السبعتاشر، لإقرار في البرلمان لإقرار تشريعات لعودة اليهود إلى بريطانيا، عايزين يرجعوا اليهود لبريطانيا، وإلغاء القانون بتاع نفي اليهود من إنجلترا. بس كده؟ لا، ده كمان واحد اسمه كارترايت، مسيحي صهيوني. على فكرة الصهيونية مش مرتبطة باليهود، الصهيونية يعني الكلام اللي بعد شوية، لكن ممكن يبقى في مسيحيين صهاينة، مش اليهود بس هم اللي صهاينة كما يقول الإعلام العربي اللي مش فاهم حاجة. وده واحد من الشخصيات اللي هيبقى له تأثير في ربط اليهود، فكرة اليهود وعودتهم إلى أرض فلسطين، وبين المصالح البريطانية اللي موجودة في الشرق. فكلامه وكتاباته اللي هو كارترايت ده فضلت تخزن في الذهن الأوروبي والأمريكي، وبالذات السياسة البريطانية وبصفة أخص فكرة أن اليهود لازم يرجعوا إلى أرض الميعاد، ولازم يرجعوا إلى فلسطين، دي بلدهم ودي أرضهم. عشان كده بناء على أفكاره جم في سنة 1807، يعني أول القرن التسعتاشر، ده 1807 كان عندنا هنا محمد علي بيحكم مصر من 1805، عشان بس أقرب لكم الزمن. يعني ينشئوا جمعية في لندن اسمها جمعية لتعزيز المسيحية بين اليهود، مش عشان يخلوهم يؤمنوا بالمسيحية، لا، ده علشان يدعموا الفكر اليهودي بمنظومة أو بمنطق أو بنص مسيحي، وهي أول جمعية صهيونية منظمة. واحد من الأعضاء الجمعية كتب مقال، مش مهم اسمه، كتب مقال سنة 39 يقول فيه أن عودة اليهود إلى فلسطين هي ضرورة لتحقيق إرادة الله، وابتدوا يحطوا مبدأ ينتشر في إنجلترا وفي أمريكا في نفس التوقيت بين الناس المفكرين وبين التطريين وبين البروستانت دول كلهم، أن اليهود، شو بقى التعبير، تعبير غريب جدا طبعا واخده من النص المترجم، أن اليهود هم الأمل الوحيد في تجدد المسيحية وعودة المسيح. تخيلوا بقى اليهود اللي رفضوا المسيح جاء إلى خاصتي، وخاصتي إيه؟ لم تقبلوا، هم الأمل الوحيد بالنسبة لهم طبعا في تجدد المسيحية، تجديد المسيحية يعني وعودة المسيح. طبعا العودة بيتكلموا على إيه؟ على الحكم الألفي. ورفعوا شعار وطن بلا شعب لشعب بلا وطن، ده التعبير لغاية النهارده لسه بيقولوه، وطن بلا شعب لشعب بلا وطن. وفي القرن التسعتاشر طبعا هذه الأفكار كلها هتتبلور، وبالذات في 1917 هتتبلور في حاجة كلكم عارفينها اسمها ايه، وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. نفس بلفور في كتاباته، وده وزير خارجية انجلترا مسيحي، بس مسيحي انجليكاني تطهيري، ما عشان بقى نديله الوصف بتاعه كاملا، يعني يقول انا مسيحي صهيوني.
دي نقطة كانت مهمة جدا بالنسبة لي في ربط التطهيريين باليهود وفكره. تعالوا نشوف زاوية تانية. الحركة الصهيونية والمؤتمر الصهيوني الأول. مؤسس الحركة الصهيونية والمؤتمر الأول اللي اتعمل واحد اسمه تيودور هيرتزل، أكيد تسمع عنه كتير، هيرتزل، وهو يعتبر مؤسس إسرائيل طبعا، وحتى تمانية تلاقوا صورته أساسية في كل الأماكن في إسرائيل، وده كان أصلا نمساوي مجري يهودي، هو صحفي يعني. لكن المهم ان هو في سنة 1800، عايز بس ركزوا معي على التواريخ، 1896 عمل كتاب اسمه الدولة اليهودية. تنسوش ان اليهود بيفكروا في الدولة من ايام الشتات. وبناء على هذا الكتاب الذي يحتوي افكار كثيرة لعودة اليهود وتكوين الدولة اليهودية، دعا هيرتزل إلى إقامة أول مؤتمر للصهاينة أو الصهيوني في أغسطس 97، ثلاثة أيام كده ولا أربعة أيام، في سويسرا في بازل، حتى معروف أنه اتعمل في بازل. كان المؤتمر ده حضره من اليهود من 15 دولة، عدد يعني لا بأس به، وطبعا يهود يعني في من جنسيات مختلفة. لكن كان المؤتمر الصهيوني الأول في بازل 1897 له موضوع واحد في جدول أعماله، موضوع واحد، إيه هو؟ إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين آمن ومعترف به. إنشاء وطني لليهود في فلسطين آمن ومعترف به. لدرجة أن هيرتزل في افتتاح المؤتمر قال إيه؟ نحن اليهود شأننا في ذلك شأن أي أمة أخرى، لنا الحق في تقرير مصيرنا وفي المكان الذي يريد الجنس اليهودي حتى يحكم نفسه بنفسه ويعيد إلى الحياة استقلاله القوي الذي كان قائما في وقت من الأوقات. وطبعا علشان ينفذوا هذا الكلام ويحققوه حطوا أربع إجراءات، أقول لكم على أهم يعني بسرعة كده في ثواني. أول إجراء، طبعا اليهود متشتتين هنا وهنا 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 وهنا، أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأسيا، فأول حاجة نبتدي نبعت فلاحين وعمال يهود يروحوا فلسطين ويشتروا أراضي من السكان فلسطين اللي هم العرب، ويبتدوا يزرعوا ويستوطنوا هناك، ويبتدوا يصنعوا يعملوا مصانع، يعملوا حاجات صغيرة، المهم والفلوس مش مشكلة. فأول خطوة نبعت ناس تشتري أراضي في فلسطين ويستوطنوا ويبتدوا يكونوا حياتهم سواء فلاحين أو عمال، دي واحدة. وطبعا تاريخيا بقى، عشان بس ما نسرحش كتير في الموضوع، تاريخيا دي كانت فرصة ذهبية للعرب ان هم ياخدوا فلوس ويسيب ارضه. لم تختصب العرب في التوقيت ده بعد 1897، باعوا اراضي ليهم لشوية العمال والفلاحين اليهود اللي جايين يستوطنوا وياخدوا اراضي ويعيشوا. دي حقيقة تاريخية موجودة في كل الكتب. نمرة اتنين، ان لازم اليهود اللي عايشين في البلاد المختلفة يوطدوا علاقتهم في حاجتين، الاقتصاد والاعلام للميديا النار، لازم يشتغلوا فيهم بقوة في الدول اللي عايشين فيها ويسيطروا عليها عشان يقدر بالاقتصاد يتحكم ويقدر بالإعلام إيه يثبت أفكاره ومعلومات عنه. ثلاثة بقى دي خطيرة جدا،
انه لازم يعمل يقوي العلاقه بين الجماعات اليهوديه اللي في اوروبا واللي في امريكا واللاتينيه والامريكا الشماليه واللي في اوروبا واللي في افريقيا واللي في اسيا. نعمل ايه؟ لازم نعمل رابطه نشوف ازاي نربط اليهود دول كلهم، والرابطه اللي تربطهم ببعض حفظ اللغه العبريه وبدايه تعليم اللغه العبريه، والناس كلها ما تتكلمش الا عبري، لان اللغه العبريه هي لغه الهويه، هي القوميه اليهوديه. وفعلا ابتدوا يعيدوا اللغه العبريه مره اخرى لنفسهم، وديكوا شايفين لغايه النهارده العبريه هي اللغه الاصليه لليهود كلهم، ما يتكلموش الا عبري. طبعا ممكن يعرف انجليزي ويعرف عربي وفرنساوي والماني، دي حاجات تانية، لكن اللغه الاصليه هي اللغه العبريه، هي القوميه، هي الشخصيه. فشوفوا قد ايه اللغه مهمه جدا. نمره 4 بقى، نبتدي نعمل تحرك سياسي مع الحكومات والدول التي لها دور، وبالذات في انجلترا وامريكا. حتى لدرجة أن هرتزل نفسه ابتدى يعمل اتصالات مع تشامبرلين اللي هو وزير خارجية انجلترا، اللي هو بعد كده بقى رئيس وزارة، اللي هيوصلني، اللي هو كان وزير المستعمرات في وقت من الأوقات، اللي هيوصلني مع انجلترا إلى وعد بلفور اللي مشهور جدا في التاريخ سنة 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، لابد طبعا يكون آمن ومعترف به. دي محطة تانية. تعالوا بقى نشوف شوية في أمريكا في إيه. اليهود التطهيريين اللي بيهاجروا لأمريكا من 1606، طبعا الملكة إليزابيث تعبتهم وتشارلز تعبهم الأول والتاني، فاضطروا يهاجروا طبعا، بس بيهاجروا مش بمزاجهم، بيهاجروا وبفكرهم وبكنايسهم، إنجاز تسميتهم كنيس طبعا المفروض ما نسميهمش كنايس، لكن يعني وابتدت تتكون في الأرض الجديدة دي كنعان الجديدة، وبيعتبروا نفسهم دي الموعد بتاعتهم، أرض الميعاد بتاعتهم هم، وهم لهم فكر يهودي واتجاهات يهودية وثقافة يهودية، وبالتالي ابتدوا ينقلوا حياتهم واسلوب حياتهم وتعليمهم وثقافتهم وجامعاتهم واقتصادهم بفكر يهودي. حتى التفسير الكتاب المقدس في الزفر بتفكير يهودي وتفسير يهودي. وهنا بدأت تظهر ما يعرف في التاريخ باسم المسيحية المتهودة، اللي احنا سميناها المسيحية الصهيونية بعد ما دخلت الصهيونية كفكر سياسي انها تتحمل، او بعد مؤتمر الصهيوني الاول انها تتحمل مبدأ عودة اليهود الى ارض الميعاد. لكن بدأت الاول بتسمية المسيحية المتهودة، وابتدت هذه المفاهيم وهذه السياسات وهذه الحياة وهذه الثقافة هي تكون الشخصية الأمريكية، وتكون كمان الحضارة الأمريكية المعاصرة ذات فكر مسيحي متهود. مسيحي بس مش مسيحي مسيحي، ده مسيحي انجليكاني تطهيري متطرف. مثلا يسموا العيال إبراهيم وإسحاق وسارة ورحيل، أسامي يهودية. مستوطنات يسكنوا فيها في أمريكا، مستوطنة حبرون، مستوطنة كنعان. مجرد أن هو بيقول زي ما احنا بنعمل، نقول مثلا احنا نسمي أولادنا أسماء قديسين، ليه؟ عشان يعيش جو القديس وجو الكنيسة بنفس المعنى. يفرضوا اللغة العبرية على المدارس والجامعات في أمريكا، ما هم القوة الأساسية، ما هم اللي بدأوا. لدرجة مثلا أجيب لكم أمثلة بسيطة قوي. أول دكتوراه في تاريخ أمريكا سنة 1642 من جامعة هارفارد، كان عنوانها إيه؟ أول دكتوراه في أمريكا خدها واحد، عنوان رسالة الدكتوراه اللي خدها: العبرية هي اللغة الأم.
فكر يهودي، تأثير يهودي. أول كتاب تصدره المطبعة في أمريكا كان كتاب سفر المزامير. سفر المزامير إيه؟ طبعا هو من الكتاب المقدس عهد القديم، لكن هو في الأول والآخر إيه؟ يهودي. أول مجلة للناس زي المصور وآخر ساعة كده عندنا، أول مجلة يصدرها الأمريكان كانت بعنوان اليهود. اشتريت اليهود النهاردة؟ قريت شفت اليهود فيها إيه؟ كاتبين إيه؟ ناشرين إيه؟ طبعا اليهود واللغة والمدرسة كل ده يخلي الناس للنهار عايشين الفكر اليهودي. وزي ما قلت لكم هم لقوا يوم الحد واحتفظوا بالسبت هو الأساس. ده مش كده وبس، ده المسيحيون التطهيريون أو البروستانت الأصوليون التطهيريون اللي في أمريكا ساهموا بكل قوتهم المالية والإمكانيات اللي عندهم في بناء المعابد اليهودية لليهود الذين جاءوا بقى كمان إلى أمريكا، الهجروا لأمريكا، بقى يبنوا لهم المعابد بتاعتهم، معابد اليهودية. وهكذا ابتدى التوثيق العلاقة والترابط بين اليهود وبين البروستانتية البروستانت التطهيريين على مستوى التاريخ وعلى مستوى السياسة وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى الروحيات وعلى مستوى العقائد، وحسبت لكم بنصوص حالا. وابتدى الامتزاج والمعايشة اليومية بين البروستانت الأصوليين التطهيريين وبين اليهود، حتى صار البروستانت في أمريكا أغلبهم من اليهود أو لهم فكر يهودي أو صهيوني. وابتدوا طبعا يعتنقوا كلهم الحكم الألفي أو الملك الألفي، وابتدوا كلهم يتبنوا في أمريكا يتبنوا فكرة الإحياء القومي للشعب اليهودي، وبالتالي ده يتفق مع حركة الصهيونية بتاعت هرتزل، ومن هنا يبتدي يفكروا في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ده لدرجة أن جوزيف سميث، وده واحد من المتطرفين البروستانت اللي عمل حاجة اسمها المورمون، ودي هرطقة بدعة معاصرة أو هرطقة معاصرة، ده يعني ده تخاريف خالص يعني. هو نفسه في أحد كتاباته قال ضرورة البعث اليهودي في فلسطين. حتى أنت يا جوزيف يا مرموني المرمون، البعث اليهودي في فلسطين. لغاية بقى لما نيجي لواحد خطير اسمه بلاكستون، مسيحي صهيوني من منظمة في أمريكا اسمها البعثة العبرية من أجل إسرائيل. والراجل دوا بلاكستون أسس حاجة اسمها الزمالة المسيحية، الزمالة المسيانية الأمريكية، اللي هي إيه؟ اللي هي قلب أساس ما يعرف باسم اللوبي، جماعات الضغط الصهيوني أو اليهودي في أمريكا. يقول لك ده لوبي صهيوني، ده لوبي أمريكي. تضغط على مين؟ تضغط على الحكومة، تضغط على رئيس الدولة الرئيس الأمريكي، تضغط على الكونجرس بمجلسيه. وطبعا أخطر مكان موجود في أمريكا اللي هو اللوبي الصهيوني أو اللوبي اليهودي. ده أسسه يوجين بلاكستون. ده مش كده وبس، ده ابتدى بلاكستون كمان يعمل اتصال مع هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية، وابتدى يضغط على الرئيس الأمريكي بنيامين هاريسون، ده الكلام ده 1891، علشان يجمعوا توقيعات من كل اليهود والأمريكان البروستانت التطهيريين. طبعا خلاص بقى فيش تطهيريين، كلهم بروستانت ذات أصول يهودية. توقيعات يرفعوها للرئيس علشان ينشئوا وطن لليهود في فلسطين، ويضغطوا على السلطان العثماني عبد المجيد اللي هو بلاكستون ده، علشان لما يجي الانجليز يمشوا من فلسطين يسلم فلسطين لليهود، ما يدهاش للعرب.
وعمل الكلام ده طبعا. طبعا في حاجة مهمة قوي عملوها كمان في أمريكا، عملوا كتاب مقدس واحد اسمه ساويروس سكوفلد، اسمها حد كتاب اسمه طبعة سكوفلد، أخطر كتاب موجود في الكتاب المقدس. نص الكتاب المقدس طبعا بالإنجليزي أمريكي مطبوع في أمريكا، هذا الكتاب في كل تفسيراته، لأنه عملوا تفسير في الهوامش، النص موجود لكن عملوا تفسير كلها في الهوامش، كلها تفسيرات يهودية لتحقيق نبوات العهد القديم من ناحية، ولتحقيق فكرة الحكم الألفي أو الملك الألف سنة بتاعت عودة المسيح مرة أخرى. وبقى هذا التفكير وهذا التفسير من فترة بشغلين عليها، بقى هو بيمثل العقلية والذهنية الرئيسية لكل البروستانت ذات الجذور اليهودية أو الفكر اليهودي. ودي طبعا دي إحدى صور المسيحية الصهيونية في أمريكا، لدرجة أن هذا الكتاب هو الكتاب اللي مازال لغاية النهاردة 6 أكتوبر 2017، ولسه طبعا هذا الكتاب هو الكتاب المقدس الأول في أمريكا اللي الكل بيشتغل بيه، كل تفسيراته يهودية. وبعدين ابتدى حتى رؤساء أمريكا وبعض القيادات الكبيرة يتكلموا على موضوع اليهود. أجيب لكم مثالين ثلاثة بس عشان الوقت. الرئيس الأمريكي ويلسون، ده رئيس أمريكي من سنة 13 لسنة 21، يعني ده اللي عصر الحرب العالمية الأولى 1914، بيقول إيه؟ أراكم تتساءلون كيف يمكن لي، اللي هو ويلسون رئيس ويلسون، أنا ابن القس، طبعا قس بروستانتي، أن أسعى في إعادة بناء الوطن القومي لليهود. طبعا أنتوا بتسألوا، لأننا نحن البروستانت الأمريكيين نرتبط باليهود ونتعاطف معهم، بل ونؤمن بالحلم الصهيوني. إيه هو الحلم الصهيوني؟ إنشاء وطن قوم اليهود آمن ومعترف به. وطبعا ده تم سنة 49. واحد من الشخصيات الخطيرة جدا هو قاضي أمريكي يهودي، مات سنة 41. معلش النص بتاعه هو اسمه تقيل شوية لكن سيبكم منه، لكن الكلام اللي قايله كلام خطير جدا. شوف يقول ايه، ركزوا معاي، ان كل امريكي يقدم المساعدة لتوطين اليهود في فلسطين حتى اذا كان على يقين انه لن يقيم بها لا هو ولا ذريته. يعني الأمريكي مش هيروح فلسطين، هو إنسان فاضل وأمريكي فاضل لمجرد أن هو إيه يقدم المساعدة لتوطين اليهود. ليس هناك تعارض البتة بين الولاء لأمريكا والولاء لليهودية. الروح اليهودية النابعة من ديانتنا ومن تجاربنا هي روح عصرية وأمريكية في المقام الأول. إن معاناة اليهود وأصولهم الدينية أعدتهم لاعتناق الديمقراطية الفعالة، ماشي، ولذلك أقول بكل تأكيد أن الولاء لأمريكا يفرض على كل أمريكي يهودي أن يصبح صهيونيا. عشان كده هيظهر في أمريكا ما يسمى أو ما يسمونه النهاردة اليمين المسيحي. طبعا الاعلام الميديا العربي يسمون المسيحي المتطرف، وده طبعا بكل قوه يعمل من اجل اسرائيل ودعم اسرائيل. واحد منهم رئيس امريكي كلنا نعرفه ويمكن في بعضنا مرتبط بيه، وهو الرئيس الامريكي جيمي كارتر، اللي هو عمل مبادرة السلام بتاعت كامب ديفيد ما بين السادات وبيجن سنة 77، يعني من 40 سنة مش كده تقريبا. يعني
جيمي كارتر ده من الكنيسة المعمدانية، والكنيسة المعمدانية زي ما قلت قبل كده من ضمن الكنائس التي انشقت عن الكنيسة الإنجليكانية. ماشي، جيمي كارتر له كلمتين، طبعا له كلام كتير بس انا اخترت يعني جزئين كده مهمين قوي. يقول ايه؟ ان القوة المسيحية الانجيلية هي الان قوة سياسية رئيسية، واننا نعتبر ان التيار الصهيوني المسيحي هو انتصار للفكر الاسرائيلي. وبعدين يا سيد كارتر، بس كده؟ لا، ده يجي بعد معاهدة كامب ديفيد، بيزور بقى اسرائيل وبيزور مصر، حتى في مصر هنا، جه هنا في اسوان ايام السادات. لما راح في اسرائيل سنة 79 واتقابل مع الكنيسة الاسرائيلي وقال خطبة شديدة جدا فيها الجزء ده، شوف بيقول ايه، وده بيعبر عن الفكر الامريكي تجاه اسرائيل، مش مسألة عداوة للعرب. ان علاقات ده كارتر، ان علاقات الولايات المتحدة الامريكية مع اسرائيل هي اكثر من علاقة خاصة، انها علاقات فريدة لانها متصلة في ضمير الشعب الامريكي نفسه، في اخلاقه وفي دينه وفي معتقداته. لقد أقام كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مهاجرون رواد، ثم إننا نتقاسم معكم تراث التوراة. يعني بيؤمن كارتر أن الفكر اليهودي والمفاهيم اليهودية أساس في دينه وفي معتقداته، عشان كده هو متعاطف مع إسرائيل. مش مسألة بحبك إسرائيل ولا ضد العرب، لا، ده جزء من تكوينه العقيدي والإيمان. هقول لكم على مفاجأة، الرئيس الأمريكي الحالي مين؟ ترامب، دونالد ترامب. لما كان في فترة قبل الانتخابات يعني بيعمل دعاية، قال كلمة في المنظمة المسيانية، فاكرين بتاعت بلاكستون اللي هي بتاعت اللوبي الصغيري سنة 16، طبعا دي جملة كبيرة قوي، كلمة كبيرة قوي بس خطيرة جدا، فيها شوية أفكار هي طبعا رائعة بالنسبة له لكن بالنسبة لي أنا خطيرة جدا. يقول إيه؟ لو أصبحت رئيسا فإن أيام معاملة إسرائيل كمواطن من الدرجة الثانية ستنتهي من اليوم الأول، وحين أقول شيئا فإني أعنيه، سأجتمع بالرئيس الوزراء نتنياهو اللي هو موجود حاليا فورا، فأنا أعرفه منذ سنوات وسنعمل معه عن كثب للمساعدة على استعادة الاستقرار والسلام لإسرائيل. وبعدين يقول إيه؟ أنه في المجتمع في الشرق، يعني في مجتمعات بيعلموا الأطفال الكراهية ضد إسرائيل، ففي المجتمع الفلسطيني الأبطال هم من يقتلون اليهود، لن نسمح بهذا الوضع بأن يستمر، لن نسمح بحدوث ذلك إطلاقا، لن يتمكن من تحقيق السلام إلا إذا كان هؤلاء الإرهابيون ما زالوا يتعاملون كشهداء. ما هو مش عاجبه إن هو كل واحد يموت لك ده شهيد، شهيد إيه ده، إرهابي. إن تمجيد الإرهابيين عائق رهيب أمام السلام، إنها طريقة مفزعة جدا في التفكير، إنه عائق لا يمكن التخلص منه، ولسوف ينتهي ذلك الأمر قريبا. صدقوني، في الكتب المدرسية والمساجد الفلسطينية طبعا والعربية كمان تسود الثقافة الكراهية التي استمرت عليها سنوات عدة. إذا أردنا السلام عليهم أن يتخلصوا من هذا، عليهم أن ينتهوا من هذه العملية التعليمية، عليهم أن يقضوا على تعليم الكراهية، عليهم أن يقضوا عليه الآن، وهكذا بقى. فإسرائيل مثلا لا تطلق أسماء الإرهابيين على الميادين العامة، وإسرائيل لا تدفع أطفالها لكي يطعنوا المستوطنين الفلسطينيين بشكل عشوائي. انظروا
ان الخطا الذي ارتكب الان ان الارهابيين ابطال ضد اليهود. سوف انقل السفاره الامريكيه للقدس اورشليم، وسنرسل اشاره واضحه بانه لا يوجد حاجز بين امريكا وحليفنا الاكثر ثقه دوله اسرائيل، وهكذا. كلام بقى تفاصيل بعد كده الارهاب، حتى لدرجه جاب قصه بنته ايفانكا انها تتجوز، متجوزه واحد يهودي وعلى وشك انها تولد طفل يهودي. ما تفرقش معاه بقى ده مسيحي، هو المفروض انه مسيحي، بس مسيحي ايه؟ بروستانتي تطهيري من الاصوليه البروستانتيه. وهكذا يرى الامين المسيحي ان حرب 67 هي تحقيق لنبوات العهد القديم وتحقيق نهاية الأزمنة، وأن إسرائيل هي لازم تستمر لأن في مصير مشترك بيننا وبينه. عشان كده ابتدت تطلع شوية منظمات في أمريكا للدفاع عن إسرائيل وللدفاع عن التواجد الإسرائيلي، طبعا زي منظمة الأغلبية الأخلاقية. الرجل اللي اسسه هو اسيس معمداني، اقرا لكم بس الجمله اللي قالها، يقول ايه؟ ان الوقوف ضد اسرائيل ده مات سنه 2007، يعني لسه من 10 سنين، يعني ان الوقوف ضد اسرائيل هو معارضه للرب، لانني مسيحي صهيوني واؤمن نظريا ونبوءه وسياسيا، نبوءه يعني العهد القديم، بان ارض فلسطين والاردن هي للشعب الاسرائيلي، ولا أحبذ أن تتخذ إسرائيل أي قرار بإعادة أي أرض لجيرانها العرب. واحد تاني أسيس معمداني برضو، ده لسه عايش ولسه موجود، اتولد سنة 31، اسمه بات روبنسون، يقول إيه؟ إن صراع العرب مع إسرائيل ومعارضته لها هي تحديا لإرادة الله. شوفوا التركيبة جايبينها ازاي. وهو في كتاباته طبعا بينظر للعرب ان هم اعداء الله، وابتدى يعمل شبكة مسيحية تبع كنيسته لتدعيم القضية اليهودية الاسرائيلية. وبعد ما في بقى منظمات كتير بدأت تحث على مساعدة إسرائيل، نشتري المنتجات، نتبرع بالدم، مش عارف نعمل حاجات زي كده. كل دوا بيعملوه لأنهم يفعلون هذا لأنهم ينفذون إرادة الله. آخر حاجة، أنه الإعلام الأمريكي، طبعا الإعلام الأمريكي إعلام يهودي بيدعم، والإعلام المسيحي البروستانتي في أمريكا وعلى مستوى العالم بقى يدعم فكرة ضرورة إعادة اليهود. طبعا خلاص رجعوا الأرض لما عملوا دولة فلسطين سنة 49، 15 مايو 49 لغاية النهاردة. دلوقتي النقطة الثانية بقى اللي بيركزوا عليها هي إنشاء الهيكل وبناء الهيكل في أورشليم من جديد. طبعا دي بصورة يعني مختصرة وسريعة، انا طبعا اضطريت ان انا اوفر شويه حاجات عشان الوقت، يورينا قد ايه ان امريكا ما يقرب، طبعا بتكلم عن بروستانت، ما يقرب يعني لو كان هذا الرقم يعني سليم هيبقى سليم بنسبه كبيره جدا، ما يقرب من 95% من البروستانتيه او البروستانتي في امريكا هم مسيحي بروستانت ذات أصول وجذور يهودية، بيهم مسيحيين يهود متهودين. وطبعا في منهم في أوروبا وفي إنجلترا وهنا وهنا وهنا. هؤلاء هم النهاردة اللي بيسيطروا على كل ما هو مرتبط بإسرائيل. طبعا دول حتى شكلنا مسمينهم الأصولية البروستانتية المتطرفة أو الأصولية البروستانتية الصهيونية. أرجو يكون الموضوع يعني خدنا فكرة عنه سريعة، وربنا يرتب في لقاء آخر نتكلم في حاجة تانية. أشكرك يا بونا وأشكر المحاضرين.
باسمكم جميعا بنشكر طبعا أستاذنا الكبير أستاذ أمير نصر، ونتمنى أن وقته يسمح لي يبقى لينا لقاءات تانية، يعني ده لو يعني تسمح لنا يعني. شكرا خالص 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 لحضرتك. في أي تنبيهات؟ في أي ملاحظات؟ أي أسئلة؟ تفضل أستاذ. موضوع بولس الرسول ده موضوع عايز يتفهم كويس، ما ينفعش يعني ارد عليه في ثواني يعني. لا طبعا، فلا الموضوع ده عايز يدرس كويس، لان هو في برضه مفاهيم خاطئه. ليه؟ لان المشكله اللي موجوده ان الاعلام اليهودي، الاعلام بقى المسيحي اليهود المسيحيين، ما هو مسيحيين في الاخر، لكن طبعا ليس لهم علاقه بالمسيحيه يعني، اللي هم البروتستانت، وما اقصدش كل البروتستانت بالتحديد، كله بلا استثناء يعني. فالإعلام المسيحي البروتستانتي اليهودي بيفسر موضوع بولس الرسول وغيره بالتفاسير اللي احنا احيانا بنقتنع بيها، ان كل يهود لازم هيؤمنوا في الاخر ويخلصوا ويدي بدي نهاية العالم. طبعا الكلام ده مش مظبوط على الاطلاق. معلش، لا يمكن هيبنى الهيكل، لان ده حكم ربنا عليه يا اخ، لا يمكن. اصل فكره بناء الهيكل ايه؟ هو ايه قصه الهيكل؟ هدفه ايه؟ عشان الذبيحه. مفيش ذبيحه، خلاص الذبيحه اخر حاضر. اخر مره كانت الذبيحه 17 يوليو 70، ودعوا حكايه الذبيحه دي خلاص، لان بعد كده لا يمكن. يبقى ربنا بقى بيقول كلام مش مظبوط، وده مستحيل. طب هو ذبيتكم يترك لكم خراب. طب انت عايز تبني الهيكل ليه؟ عشان تعمل الذبيحة. ايه قيمة الذبيحة؟ ايه فايدتها؟ ايه مدلولها؟ ولا حاجة. لان كل الذبيحة حتى في العهد، طبعا حضرتك دارس عهد قديم كويس وفاهم، كل الذبيحة التي يقدمها رئيس الكهنة مرة في السنة هي كلها رموز للذبيحة الحقيقية، وهو رب المجد يسوع بتجسده وموته على الصليب. نعم؟ لا، ده تفسير العهد القديم لكل آباء الكنيسة. ما ايوه، احنا مين؟ ما عشان كده هم تفسيرهم للمسيح غير المسيح اللي هم منتظرينه، غير المسيح بتاعنا. ما طبعا ده موضوع كبير، لكن انا قصدي ايه، احنا كمسيحيين نؤمن ان كل ما كتب في من نصوص او من ممارسات او من طقوس او في العهد القديم كلها بتشير الى ملء الزمن اللي يجي فيه الله الكلمه متجسدا ليقدم الفداء والخلاص للبشر. بعد كده من يؤمن بقى دي قصه تانية. انظروا للتينة تعرفوا مع مش عارف اخبار وفي نفس الوقت المسيح قال للتلاميذ ايه؟ ما تعرفوش انتوا لا الوقت ولا الزمن، لكن شوية علامات كده تبين انها ايه؟ مبتدأ الاوجاع. موضوع عايز يتقدم بطريقة افضل ودراسة افضل، وبالذات مفهوم روميا وبولس في هذا الموضوع، لأن طبعا في تأثير من الإعلام المسيحي اليهودي في العالم، وإحنا ممكن نكون بعض مننا فاهم مفهوم غلط.
ماشي، أشكركم. شكرا خالص أمير، تفضل نصلي.